بعد أشهر من احتفالاتها الصاخبة بفوز المنتخب الألماني بكأس العالم بالبرازيل، تعود العاصمة برلين لتشهد حدثاً كروياً لا ينسى، نهائي الشامبيونز ليج. نهائي ربما يغيب عنه منافس ألماني، لكن أجواءه انعكست على كل نواحي المدينة. ساحة باريزا بوسط برلين التي ترمز لوحدة ألمانيا بعد الانقسام شرقاً وغرباً عقب غزو الحلفاء عام 45، تعود بعد 70 عاماً لتكون مسرحاً لغزو وانقسام جديدين، هذه المرة غزو كروي وانقسام إيطالي إسباني. شوارع برلين تزينت لتستقبل عشرات الآلاف من مشجعي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، فريقان يلتقيان يوم السبت على أرضية الملعب الأولمبي، لكن في وسط برلين الكلمة الأولى والأخيرة هي للمشجعين. مشجعون تألقوا وأبدعوا في التعبير عن عشقهم للفريقين. وعلى غرار نهائي مونديال 2006، أبت المنطقة المحيطة ببوابة براندنبرغ إلا أن تتحول إلى ساحة مهرجان يستمر لثلاثة أيام لعدم تفويت الفرصة على المشجعين من مختلف الأعمار والجنسيات. عروض موسيقية ومباريات ومسابقات طيلة اليوم في انتظار المشجعين، ولمن لم يحصل على تذكرة بعد، فبوابة براندنبرغ هي المكان للمنافسة على الحصول على واحدة، بعد أن حرص المنظمون على تنظيم مسابقة تتيح الفوز بتذاكر تخطى سعرها أصلاً 5000 يورو. العاصمة الألمانية برلين تشهد على مدار 3 أيام احتفالات جماهير فريقي برشلونة ويوفنتوس، لكن كما هو الحال في كرة القدم، جماهير فريق واحد ستغادرها وهي مستمرة في الاحتفالات بعد تتويج فريقها بلقب الشامبيونز ليج. مهيتاب الأفندي، سكاي نيوز عربية، برلين.